مثل صحراء تنتظر غيث السحاب، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم مستعد أهرب وخلفي النوايا والضباب ولها تحت التراب فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. أحب لواهيب اليابان والرياح تثير كثبان القهر، والعطش في داخلي مخلب ونار، انهش بروحي أصرخ وأنا أصرخ يا مطر، وأنا أصرخ يا مطر. جرح الدفن تحت التراب فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر.
حوش رجعت، كان أفضل من ظليت هناك. الله يسامحك يا بيه، حملتني عبء كبير ما أعرف كيف أشيله. أظن اطمنت إن اختيارك هو الحمل الثقيل اللي غصبا علي لازم أتحمل، بس لأني والدك. هكذا كان لقائي بجيفر وجها لوجه، وللمرة الأولى منذ عودته صامتا كما هو كل مرة. يبدو أن كلانا يدخر أحاديثا وهمسات وضحكات وأشياء أخرى لأيام أخرى. عموما اعتدنا الصمت، فمنذ تعدينا المراهقة بات هو الحديث السائد في أي لقاء يجمعني به، بينما للهاتف نمط حديثي آخر. يبدو أننا لا نجيد الحديث إلا عبره. وين سارف الصينية؟ يمعة خذ عني أمتي أكلتها أختي شريفة. أختش ما محتاجة، ما فيها الفقر، عندها خير وخضرة، بفلوسها تقدر تشتري 100 صينية من أمور صينيتش، لأنه ما يهمش تعبي، أنا أتعب وأكدح عشان أطعمش أنتي وأولادش، وآخرتها تمزر صياني من تعبي حال أختش. متى كدحت؟ أنت في حياتك ما أعطيتني ريال، تاكل من فلوس أختي، تمشي وتعسد يدك في الطوفة. يمعة أحسن أجيب الصينية. أقول لك جيبها. سيري افتح الباب ولا بدخل صيني داخل. سيري. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. تعرفيني ما يهياني أكل عنش وعن أولادش. الله يخليش ويبقيش ويطول في عمرش يا رب. دعوة مؤمن وصايم بعد. صفية سيري وديها لك الداخل عشان نطلبه، وانتي شريفة سيري بيتكم واحد اذان توبة يذن. سيري. وعدت النش اعطيش كمين راس من هوشي، باكر بايبهن حلش، بس ها قابليهن لا يصبحن محد. خذي منهن ذبيحة حلش وحل ولادش، والباقي اربيهن، عسى يا ربي الله يرزقش خير من وراهن. Thank you.
وشريفة حرمتي، واللي ما يعيبه يشرب من البحر. أنت اللي بتشرب من البحر، وأنا ما عندي حالك عرس. بس أنا ملكتها على سنة الله ورسوله، وأنت راضي؟ غلطتي وأعرف كيف أمحيها. يبوا ياخذوا عني حرمتي، والله ما أتنازل عنها لو أموت. بس تتشوف عليها وترد هي مكانها كل يوم؟ أنا تعبت من فكرة إنه ملك حد. ما لنا حد غير خوالك. واللي في الصورة؟ قلت لك ما لنا حد غير خوالك. أكيد هذه كلها أفكارك، ما غلط طلال يوم خلاك تمسك ال... أفكاري متواضعة فيها. واثق أن طموحك أكبر من اللي أنت فيه. خلاص يا صديقي، طموح اللي كان قلص، واللي باقي ما يتعدى الدكاكين الصغير. طموح فهد أقوى من فهد نفسه. المهم أنت كيف؟ وين وصلت في مشروعك اللي تتبحر عشانه في لغات العالم وقوانينه وعلومه؟ طمن، مهما كان التحدي جابر، ترى التحدي كبير وأنا أحب التحديات الكبيرة. يعني بنشوف مشروع المكتبة؟ بنشوف المكتبة وغيرها. ما باش تصيري معها مرة ثانية، فاهمة؟ إن شاء الله. خلود حبيبتي، صدقيني أنا خايفة عليه وايد. إذا جت مرة ثانية قولي لها إني أبي أكلمها، زين؟
حيرتني يا ولد الناس، ما عرفت لك أصلا. أنا حاسة نيتك ما طبيعية، حتى لو اخترت لها اليوم المناسب. كيفك اليوم؟ الحمد لله. كيف الصحة؟ عادي، أتريى يومي. استوى عمري أكثر من 14 سنة ولحد الحين ما خف هالمرض. متى بيخف هالمرض؟ حبيبي، اللي عندك رحمة وبركة من رب العالمين. كل إنسان مبتلى في كل شيء، عندك اللي غيرك يحلم فيه وعند غيرك اللي أنت تحلم فيه. هذه حال الدنيا، ما حد في هالدنيا كامل. مكتب المستشار القانوني للشركة يترياك، متى تبدأ الدوام؟ آسف، أنا من باكر الدوام. مستحيل. ما تبغى تساعد أبوك؟ بساعدك مثلك مثل باقي الناس، لكن ما من شركتك ولا فيها. الحين فهمتك، تبقى مكتب محاماة. زين يا كيف، زين. مرحبا مرحبا اولادي، مرحبا 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 ابوي، مرحبا. ها احسنتوا، تحت تحت تحت. ها هاي احلاكم، هاي احلاكم. ها يا وزير البيت، اقوي هاي احلاك انت. وكل الله، وكل الله يا ولدي. الحمد لله رب العالمين. يلا 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 يلا. يا صيد اليوم بتبيع ولا؟ والله يا فايل ماشي صيد، الصيد هذا حق البيت. مع السلامة. شفتي كيف تأثير طيب على المريضة يا دكتورة؟ ليش لحد الحين ما طلبت من خطيبك يعمل فحوصاته؟ ولا ما أثر فيكي كلام المريض؟ عين ابنك ومناوبتي خلصت. بدأ لحاحه يأخذ منحى الجدية. ترى هل هو قلق أم ماذا؟ لديه إصرار عجيب في التقرب مني. إلى أين ستصل بلحاحك هذا يا دكتور؟
يتحمل الناس درجات حرارة تصل إلى 35 درجة. أنت وين سالفتك مع الكمبيوتر هذا؟ ساير ياي ساير ياي. أنت ما عندك مذاكرة؟ ذاكر شوي. من دام إنك عارف إن بيلهي. حويش اشتريت حالة 500 ريال سلمتهن. حل الصندوق. وعربات الثلج. اسم اللابتوب صندوق؟ لابتوب ولا صندوق كله واحد. هو اللي اختار. وهو حرف اختيار. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا ليلى. يوم تصير سرخ ما يسوى الشغل. اليوم استأذنت من الشغل عشان اسير السوق ونشتري اغراض حال العيد. هي والله صدقك. والعيد باقي لك كم يوم ونحن متى بنصير نتشرف؟ يا موزة نحن خلاص راحت علينا. خليها سوالف هالصريصة. 20,000. أخوي راحت عليك أنت، أما أنا لا بعدني. جيفر اسمح لي ما شفتك. الحمد لله على السلامة. الله يسلم غاليش. قول الله يصبر غاليك. خير. لين تعرس يا أخي نبي نتحنى. اللي عارفه أنش ما تحتاج عرس عشان تحنك. إنزين نبي نصهل. قول بعد نقدر نصهل كل يوم. يصير خير. يستخدم الأسكيمو جلد الرنين ويوتر لصناعة الملابس. وربما اصطاد السويتاريا لا طبعا ما نسيت. أنا جاهزة. أول ما تجهزي مري علي. مو تنسي نبي نمر على خالة صفية. علامة قفل. لا يا ليلى يوم اشوفه شي خبرش. مع السلامة. انت هني؟ وين بكون يعني؟ خوفني ما سمعت لك حس وانا داخله. على وين ان شاء الله؟ انت عارف بنطلع انا وسما بنروح السوق نشتري ملابس العيد حال الاولاد. يعني انت يا في السكن يا طالعه برا؟ طلال وش قصدك؟ قصدي باين اللي هسه في البيت صارت ما تعيبش. طلال لو سمحت
ممكن نأجل هذا الموضوع لوقت ثاني؟ سما تترياني. متى أخلص من الحالة؟ متى؟ ضرب وأولهم يمعوا. يلا نبرد لي فؤادي. يستاهلوا، وأهلهم كلهم لازم يعرفوا. طمنوا، حتى تلفونه كسرت ذاك النذل الحقير. يعني تعترف إن اللي يسوي هالحركات نذل وحقير؟ أنا ما قاليش لا تصير مجمعات. أنت اللي تسوي لي سوالف. الشباب يصوروش ويعكسوش، وآخر شيء ندخل في مشاكل. وأنت كيف عرفت إنه كان يصورنا؟ يعني ويش؟ كان يصور الجدران مثلاً؟ وأنت ويش كنت تسوي هني؟ كان يصور الجدران. هذا ذنبي إني أنقذتكم من ذاك النذل. أعتقد إنكم باثنينتكم هني ح نفس السبب. يلا وعن الكلام الفاضي هذا، وصلوني البيت معكم. نعم، يلا يلا يلا، خذ عن سيارتي، خذ يلا. يا سعيد كانت واحي، قرب عندي وتعال، وارمس لين الصباح لين القمر ينزل. خذلك من التفاح ثمرة موز الاغتال. مساك الله بالخير يا موز الاغتال. مساك الله بالنور. محلاش وانت تتغني بالمقاصب القديمة. قولي محلى المقاصب القديمة اللي نتغنى بها. كان الشعر حاوطنا من كل جانب، استوت الرسحة سمعنا فيها الشعر، واستوى الميدان عاد هذا روح درب. جينا عند المقاصب ما يحتاج، حكينا شعر، مشيتنا وياتنا شعر. واللي تبى تعاتب ربيعتها تعاتبها ببيت شعر، واللي تبى حاية من صاحبتها تطلبها ببيت شعر، إن كان مسبع ولا درسعي ولا حتى شعر ساحلي. إيه أيام واليوم كل شيء تغير، والشعر نسمعه ما نفهمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها أشوف كان يايات وما يايبات شيء. وين أغرامك؟ رايحات تتشرد. ما رمنا نكمل شرية. خذي عمتي هذه حالش. لا يا ليلى، تعرفيني شروة ما قال الشاعر، أبا ثوب بملقاط خدمة زري ونكشة بريسة. انزين عمتي، وش رايك في عباتي الجديدة؟ ما حالي رأي، لا حالنا ولا حال أمهاتنا. عطني المفتاح وبس. وين رخصة السواقة؟ ما عندي. وكيف تسوق من غير رخصة سواقة؟ ما تعرف ان قانونا ممنوع؟ يعني ويش؟ يعني من اليوم السيارة ملكي الين ما تطلع رخصة سواقة. وكيف بسير المدرسة؟ في الباص مثل ربعك.
نعم. هلا سالم، هلا ابوي. ايه امك هني معنا في البيت، تبغى تهيئ شوي. ام سعد، سعد يباش ابوي. الله يسعدك يا ولدي، الله يبشرك بالجنة، والله انه خبر حلو. سعد استقال من شغله، لقى شغل في شركة قريبة من البيت بعضنا، ويداوم فيها من الشهر الجاي، منصب عود. اي شركة هذه؟ عمك ينشدك في اي شركة؟ وين في شركة نفط في صحار. زين يا ولدي، مبروك والله يحفظك، بروح اخبر اخوانك. يلا مع السلامة. مرة خصفكم، بروح ابشر سيف وسمع. الله يسعد. امين. راضين بالقراء القمع اللي سواه جيفر؟ هيثم بس تراك صدقني. جيفر شوية شوية على اخوك، علامكم كان نكب عليكم ماي بارد، حتى ما باركتوا حشريف وولدها. صدق؟ بتصل ابارك له. سعد اخويا الف الف مبروك. تعال حبيبي تعال. على وظيفة. تعال بارك على اخوك، اشتغل في شركة نفط في صحار وبيداوم ويرد البيت كل يوم. ما شاء الله يستاهل. هاتو. سعد ابوي. سيف تو دخل وفرح لك وايد، يقول تستاهل تستاهل، ويقول بعد اعطيني اكلمه، بس انا ابدا اليوم سموني المتحكمه. تراني ام المدير. علامه ماشي، والعمل ما اعرف. بتصل سعد بارك له. علمكم انتوا اثنين. سعد يكون شغله تحت عيونك، أو إنه يتفرغ على محل الحلوى. الحين ما يفيد الندم يا دياب، ما يفيد. لازم افكر في حل، لازم. قال ثاير بحاي بصقور تأنسوا، تأنسوا يهل المعزه واصحاب التونيسه. تونيسه يا نحن شايب. وقال تلبسوا، شوف انت زهبت خيلي بدروعه وملابسه. ملابسه أه. اللي رزحه هي رزحه. ايش رد عليه؟ اها قال شلوا هواكم يو ولادي وارمسوا، واني شراكم واحب الترميسة، وخايف عليكم من هواكم تفلسوا. اها تحذر ما احب التفليسة. شو انت؟ وان ما وفيتوا بالوعد ما تحبسوا. تحبسوا المركز موالب بقيوده ومحابيسه. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا. اهلا وسهلا والله. اهلا وسهلا. يا مرحبا يا العوده.
مرحبا شيخ. اي والله حي حي يا حي يا حي. مرحبا وسهلا. ما شاء الله مترمسين. اي والله شويه خذ علومه. لا والله ما يستوي راع البيت انت. فوضتك خذ علومه. ماشي علوم. تسلم ودو. ماشي اخبار. يا مرحبا. من صوبكم. ماشي من صوبكم. ما هي علوم. الا الخير والسرور. ماشي. يا مرحبا. حلو الرمز حلو. قرب قرب. استريحوا استريحوا استريحوا. مرك الواحد يجيب قصيد اللي عنده تقاصده ما شاء الله عليكم. انتوا انتم ما عندكم صبر لين غايته يعنكم ولا انتوا تو عندي تو الناس الشيخ تو الناس احنا ما تكلمنا غير في الرزح الله يسلمك. اما عاد الميدان فعليك انت. ما شاء الله يشوف الشيخ يعيننا فرحان كنا بون ما شالتنا الارض من الفرحه. اذي شيخنا ابو الافراح دائما يجيب لنا الافراح. ودروا عنكم الحين ميدان ما ميدان هاي بن وحيله لكن عاد عندي خبر زين يفرح اليميع. شفت ما قلت لك. خلينا نشرب فنجاني اول. هني هني الخبر الزين اللي عندي الله يسلمك. بتعرفوها الناقه السبوق هذيك اللي مسمين هني ضبيان. يا يني الله يسلمك شهري وشهري راهي بعد. شوف انت. لكن عاد ما خبرك يا فايل ما خبرك ان ميت عليها ويباها باي ثمن بيشتريها. ما شاء الله. هذا اني قلت سبوك سبوك. انا قلت لا بنتاخر شويه. تعرف ليش؟ علشان الله يسلمك يوم بنتربع اديرها من القيض متربعين اكون اني عاد مذهب الناقه الثانيه حق السباقات الجايه. زين سويت لا تفرط الشيء اللي في يديك ويوم تشوف عمرك مستغني عنه وعندك البديل له وأحسن منه ساعتها بيع وانت مرتاح. البارحة كانوا لي معه عندي رامسين هناك ويبني طاري مقيض مقيض هالسنة يبناه. قلت لهم أنا عاد مشي إن شاء الله إلا على رأس الأسبوع القادم إن شاء الله بنتزمل شايمين. زين الشومة إن شاء الله بتستوي عقب العيد. حق نعم نعم عقب العيد بنشوم صوب ذاك البراد وصوب ذاك الهبوب البارد. لكن الجماعة عندهم رأي ثاني في قيض السنة. خير إن شاء الله. يقولوا وين يبوا مكان كذي أوسع ها وأبرد إنه والحيوان. قلت لهم أنا كاك مشي لها قرب مزارعنا كي أوسع ذاك مكان واسع. والله أنك يبت يا الشيخ. نعم عندنا مزارعنا وعندنا نخلنا ولا نبا كله موجود فيه. معناته في نفس موعدنا بنتزمل إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. تم. إن شاء الله. لكن عاد الحين مالك بد لازم تسمعنا شيء من الميدان. هي 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 يعني ما بتعذروني. لا لا لا, 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 لا بنعذرك خلاص هيا إن شاء الله ما بنكسر خواطركم. سمعوا ايش قال. واحد من الناس حرم سات اللحم اللي مطبوخ خلوني. شوف انت ترى شعر ميدان معنى ومغنى. بعيدها مره ثانيه. اسمع. واحد من الناس حرم سات اللحم اللي مطبوخ خلوني. يا بايع الشاي شايب كم انتوا بعد تسمعوا وقول شايبكم. الشايب دعونها حرم سات لكن ما راح على الفراش خلوني خلوني.